في حد عنده اسئله لغايه دلوقتي؟ ليه احنا بنعمل الكلام ده؟ ما بنعمله ازاي؟ يبقى انا حطيت الماسك، حطيت البوزيشننج مظبوط تمام كده، عملت غطيته كويس، يكون مغطي الماوس تمام، عامله فلكشن. حد بقى هيجي يساعدني؟ اي حد ممكن حد منكم يجي يساعدني؟ اي حد؟ تمام. اللي حضرتك ايه؟ يعني انا خدت المكان الحلو تمام. 1 and 2 and breathe. خلوا بالكم ان انا عامله البوزيشننج بتاع البيبي، لان هي في نقطه هنا مهمه، هي لما تيجي تعمل بريشر انا بلاقي ريزيستنس على الليتل فينجر بتاعي، لان هي بتزق البيبي لتحت تمام. المفروض ما تزقش جامد اكتر من التل، والمفروض انها ما تعملش فليكشن للايه؟ للبيبي. وان كان ممكن حد يرد عليا هنا بالظبط كده تمام كده؟ تمام صح كده؟ في حد عنده اي نقطه كده؟ هنجربها طبعا. احنا على الانتيميت تيوب ونفرقها ونشوف ده بيعمل شيست كومبريشن ولا عايزين نظبط المعلومات. والله دي اكشوال فعلا هو شيست كومبريشن انت لانتيك عايزه تاخدي اوفر، بس احنا كده النهارده عرفنا اولويات الموضوع. طب ما احنا بندي 100% اكسجين اول حاجه، ده بيعمل ما بنعمل ساكشن. لا ما عندناش بنعملها نهائي. الحمد لله. هو ده اللي تشينج اللي بيحصل. يعني هو ده تغيير اكشن احنا بنعمله. ده صعب. مش سهل. عكس ما تتعلمي حاجه فانت انا ما عنديش حاجه فهدخلها نيو. الساكشن وقفنا لسه، بس الاكسجين ده مش واقفين. بلندر. خلينا ان احنا نجيب بلندر. يبقى استفقنا الشيست كومبريشن الريزم بتاعنا 1 and 2 and 3 and freeze 1 and 2 and 3 and freeze وهنعمل ثلاثة كومبريشن وواحد فنتليشن في خلال 2 سكندز تمام كده؟ كل 2 سكندز بعمل ايه؟ الست دي. طيب اوكسجين كونسنتريشن واز بوزيتيف بريفرنس فنتليشن ديورينج شست كومبريشن كام؟ 100% صح كده؟ بعد كده وان تو تشيك هارت ريت. انا خلاص خلصت كده، حضراتكم اللي بتقولوا How to assess heart rate؟ وإمكانياتنا بقى وطريقتنا، بس عارفين كل حاجة بخطأها، كل حاجة الأدفانتج وديس أدفانتج. ممكن كارديك مونيتور، ما عنديش كارديك مونيتور ما تقوليش أنا مش هروح الستيشن، روحي اعملي الاستيسوسكوب. عيب الاستيسوسكوب؟ اسكت أنت وهو هسمع السماعة، تمام كده؟ اللي إحنا هنشوف، بس عيب البالس إحنا قلنا إيه؟ بالس ليس إي سي جي، بس مش متوقع إن أنا ألاقي هنا، لازم أكون ألاقي، تمام؟ How should you assess the heart rate response during compression? اتفقنا ال compression by cardiac monitor or stethoscope, pulse oximeter, اي حاجه من الحاجات. What is the best? Limitation to each of the aim. مفيش حاجه مهمه best. كل واحده واحنا عارفين ليها فايده وليها ايه؟ limitation ليها. طيب auscultation can be difficult, prolong the interruption. اتفقنا عيب ال auscultation ان انا هوقف الناس عشان ما حدش هيعمل يديو كده وانا بسمع heart rate هقول غلط. البلس اوكسيد ريلايبل عشان البيبي افضل على الطريقه دي لغايه امتى؟ فوق 6 خلاص احنا من كده ده وارجع تاني لمين؟ بايه؟ بريت ايه؟ حضراتكم اللي بتقولوا تمام؟ طب الاف اي او 2 افضل على 100؟ روح للستيب ريت جاب مظبوط كده احنا كده شست كومبريشن كان كوز قالت ركشر للريبس نيو موتورك مين يضيف؟ الثالثة نعم؟ ميديا ستاينل يعني ايه؟ الزيف ستيرنا دي ممكن تعمل ايه؟ تروح فين؟ زيت ترشق الليفر لاسريشن اوف ذا ليفر، ممكن تعمل لاسريشن اوف ذا ليفر. لو هارت ريت از نوت امبروفينج افتر 60 سكند اوف شست كومبريشن هنعمل ايه؟ شست موفر. يعني الحاجات اللي فاتت دي مش عملناها وذاكرناها وخلاص دخلنا بيها الامتحان، لا احنا طول ما احنا شغالين بنعيد ايفاليويت بنعيد تاني. طب لو لقيت الشست نوت موفينج ما يبقى في حاجه، ممكن يكون وبايلاترال افرض التيوبه
داخله في ناحيه زنقت على ناحيه ثانيه ديسبليز الكلاستر ما عملهاش كويس او ما سكنهاش كويس البايلاترال فعلا انا فعلا بستعمل 100% اوكسجين ولا نسيت ارفع البلندر خلي بالكم احنا كده بناخد التكنيه انما البلندر لازم ترجع وتكمله لغايه ايه 100 تلف الفالف بتاعه لغايه 100% ولا انا فعلا بعمل حد رقيق كده ولسه خايف وبيعمل بس كده دلك فريش تمام ما بينزلش التلف او ما فيش كوردينيشن احنا مش ماشيين على النغم انا احنا لو بعد شويه هتلاقوا نفسكم انا واحده لاحظوا 1 and 2 يعني بتحطوا 1 مع دي يبقى انتوا بتاعه التشيست كومبريشن 1 and 2 and 3 and breathe ولا الثانيه بريس 2 3 ممكن واحد غلط ومشي بالاولانيه كل دي ابيليتي هم عاملين حاجه حطوها برده هم بيحبوا قوي النمونيك ان هم يفكروا نفسهم تمام ان هم حطوها في صوره كارديو ايه هي الكارديو شست موفمنت السي لشست موفمنت الاير لاير واي ونقصد بالاير واي بقى التيوب الكلام ده او الريت انا ماشيه على الريت مظبوط او الدبس ماشي واصله للدبس او الايه اخر حاجه الاكسجين يعني انا مديه اللي هي كارديو كلمه كارديو تفكرنا لو انا ايه النقط اللي انا هعيدها دي اتفقنا كده الشست موفمنت الاير واي الريت الدبس الايه انسبيراتوري اكسجين اف اي 2 اوف انسبيرشن حلو كده في حد عنده اي اسئله الدنيا كويسه بس فريش عايزين اللي مش عارف عشان ان نعمل تشيست كومبريشن حالا عشان نخلصها عشان بليز احنا عايزين نخلص ايه في ميعادنا قوي لو حد كده ممكن اقف خمس دقائق اللي عايز يعمل هاندز اون على تشيست كومبريشن يجي اتفضل نخليها اول صف حضراتكم عارفين صح ثاني صف حضراتكم عارفين تشيست كومبريشن مظبوط ثالث صف اوكي في حد ميس عزراء عايز تدربي شست كومبريشن ويلكم الصف اللي بعديه في حد عايز يعمل شست كومبريشن يبقى انت تدربين عايزه لو انت عايزه كلنا حد حضرتك اه اتفضلي اتفضلي One.
الانفليت اللونج والشست موفمنت مظبوطه تمام.
الابنفرين ريكومنديشن. ليه ريكومنديشن؟ هنقولها مره وبعد كده خلاص مش هقولها تاني، هتكلم عليه. الكونسنتريشن بتاعها 1 ملي جرام في ال 1 ملي لتر، يعني اللي هو 1 ملي جرام في 10 سنتي. عشان كده بقول لحضرتك ما تلخبطوش، وقلت في البدايه ايوه بالظبط ان انا جبت الامبول بدايه حطيته في 10، يبقى كده رحت على الايه؟ على انا مصوره لكم وهقوله وهنتكلم عليه. يبقى كده خلاص رتبناها. بعد كده دي طريقتين، الاي في اي في يا اما ايه اي في، يعني الاي في وان اوسيس دول بيعاملوهم معامله واحده. خلينا ايه برضو تبقى الدنيا ايه واضحه من البدايه. الانتر اوسيس زيها زي الاي في. يعني ايه زيها زيه؟ يعني الدوس هي واحده، انما الاندوتراكيال تيوب الدوس مختلف، ممكن توصل لعشر اضعاف الاي في. وان اندوتراكيال دوس كان بي كونسيدرد واي فاسكولار اساس بين استابليش. طب مين الاحسن؟ نتكلم من البدايه مين الاحسن؟ الاي في طبعا، الاي في. طب ساعات بس الاي في ليها تركيب، ليها حد هنقطع ونعمل، هتاخد كام ثانيه، وعبال الكام ثانيه دول ممكن اعمل محاوله اندوتراكيال تيوب كده. البريبريشن الاي في بتتاخد، كان في اخطاء كتير معايا لو في وقت يسعى في وقت، يعني عندنا هوريكم في سيناريو من التدريب ان في خطا، ان واحد خد دوز بتاع انتوتراكيل وحطها اي في، فده جرعه كبيره. وده كان في السبنس اديشن. الايتس اديشن عملوا يعني عشان افويد المشاكل اللي بتحصل وافويد المستيكس الهيومن مستيكس اللي ممكن تحصل، فحطوها بليبل بقت الفايل بتاع الانسولين ده بتاع الاي في عشان حته صغيره. والتاني هحطه وهبريبيرت بايه؟ ب 3 سم او 5 سم سرنجه 5 سم او كده، يبقى واحط عليهم برده ليبل ده اي في وده اندوتراكيال. فمنع اي شبهه خطا مني ان انا ادخل الدوز ده في الدوز ده او الادي، يبقى انا شايفه سرنجات مختلفه الحب ومكتوب عليها ان ده اي في ومكتوب عليها ده اللي ايه انه ايه انتروفوسس. يبقى الانتروفيل 3 5 سرنج خلاص. هنتكلم الدوز بقى، الدوز ايه برضو هنقولها مره واحده. الدوز كان زمان مكتوبه في رينج، يعني مش زمان، يعني الاديشن اللي قبل كده مكتوب رينج. تسهيلا للموضوع انا بدي شرطين تمام، شرطين بعد كل ما احنا قلنا ده ما تجيبوش تاني بعد ما يتحلل هو تمام. احنا انا بقول ان في شرط عادي، احنا دلوقتي معلش احنا دلوقتي احنا في بوينتس ما تقدرش لسه هنخش دلوقتي ما يريبيت كل يعني هعيد الموضوع تاني. هعيده الرينج من بوينت 1 لبوينت 3، اتفقنا الرينج اللي هو الرينج بتاعي من 1.3 خلينا برا من 0.1 ل 0.3 سي سي بير كي جي تمام. شرطه لثلاث شرط لكل كيلو اللي هي ايه؟ شرطتين لكل كيلو. بدي انت سلولي ولا رابد؟ از رابد از بوسبل تمام. وفلاش اي في هعمل 10 شرط لكل كيلو سرنج بالانسولين. ما هي الشرطه العاديه؟ شرطه عاديه الانتروسيس دوز بثلاثة سلاين، يعني هعمل فلاشنج بثلاثة سي سي سلاين اتفقنا؟ طيب لو اندوتراكيال ابنفرين الدوز اف نوت ريسبوندنج ريكومند اي في، يبقى انا عملت ده مؤقتا. لو انا اديت اندوتراكيال يبقى هعمل ده مؤقتا اللي هي الدوز بتاعت الاندوتراكيال سنتي سنتي لكل كيلو، والرينج برضو ليها من نص الواحد يعني 10 اضعاف الدوز بتاع الاي في. الفوليوم اكسباندر از انديكيتد. فاحنا كده في بوينتس ممكن هقولها لحضرتك ثلاثه، ممكن على اضرار كل ثلاثه وكل قد ايه. انديكيتد ان ذا بيبي از نوت ريسبوندينج تو ذا ستبس. انا ما شرحتش يا جماعه، انا بقول الكي بوينتس بس اللي هتشرحها، انا لسه ما شرحتش، ده احنا الكي بوينتس بس دونت وري ويت كده تمام. ممكن نمشي كده، لو ساين اوف شوك او بلاد لوس دي النقط اللي هتكلم عليها تمام. يبقى انا الانديكيتد امتى اقول انا محتاجه فوليوم اكسباندر؟ لو في ساين اوف شوك او في اكيوت بلاد لوس. دي نقطه اختلاف هنا، لان قبل كده كنا بندي على طول فوليوم اكسباندر. فوليوم اكسباندر از نوت انديكيتد اف ذير از ان اندرلاين كوز. ايه هي الاندرلاين كوز؟ اللي هو لو ساينز اوف شوك او اكيوت بلاد لوس.
ايه هما قد ايه الفوليوم اكسباندر يعني محضرين ايه احنا محضرين ايه معانا محضرين نورمال سلايد او ار اتش تايب 0 تايب او سوري تايب او ار اتش نيجاتيف تمام بدي انتروفينس او انتر اوسيس بنفس الطريق بدي قد ايه دوز 10 سي سي كل قد ايه خلال قد ايه اسفل خلال من 5 ل 10 دقائق سيستيشن اوف ريسيستيشن دي نقطه مهمه جدا طب انا بعمل كل ده وامتى اوقف الريسيستيشن اثكس اوف اند اوف لايف يعني في امتى في سؤال لازم الكواليتي تبقى مجاوبه لنا امتى انهي او اوقف الريسيستيشن بتاعتي بعد المده قد ايه ان انا اعمل ريسيستيشن يعني افضل اعمل ريسيستيشن لمده قد ايه صح ريزونبل تايم هو ال 20 دقيقه ده ريسيستيشن بس ده لازم يكون محطوط عندي في الايه في الدوكيومنت يبقى انا كده في الاخر خالص انا وصلت هنا ايه خلاص انا في اللي هنا بنفرن كل 3 ل 5 مينتس تمام في هارت ريت اقل من 100 كونتينوس هايبو كونسيدر هايبو بلينيا او كونسيدر دي موتور دي ايه ممكن تحبوا نقف 5 دقايق ولا حاجه ولا الارجمنت ده على الادرينالين على هنا علشان دي عايزينها ايه اكتر هو في الحقيقه هنتكلم شفت كامل على الاليكس لان الكلام ده ابطل احنا كده يعني واحد لما هيخش بطل ده انا سامع غلط ليه صح كده هنرد على السؤال ده انا سامع غلط ليه اوقف يجي لكم قلب تعملوا كده هنرد عليها صراحه اولا اتفقنا بس لازم عشان الميديكال ليجل يبقى كل مستشفى ليها دوكيومنت انا المفروض بعمل ريستيشن لكم طب اقل من كم اسبوع تعملوا ريستيشن انا دخلت على شفت تاني بس عشان افتح لكم المواضيع لا اكتر من 24 يعني امتى بيبي اعتبروا ان ده لا ابورشن انا مش هبتدي بس 24 واقل من ده شق عشان كده احنا عايزين نمشي بسرعه يبقى احنا هنا ده الورك شوب بتاعنا احنا عملنا فيه جزء وات از ايبينفرين ممكن ايه هو الايبينفرين انا بدي ايبينفرين ايه رايكم ايه هو الايبينفرين ده كارديك انفاسكولار ستيمولانت بيعمل فازو كونستريكشن او بلاد فيسلز او سايد الهارت يبقى انا جمعت الهارت وبالتالي زودت البلاد فوليوم انتو ذا كورونريز اللي رايحين الكورونريز عشان يرستور الكارديك فانكشن املا ان انا ايه بديله الدغذيه وبنحوي عليه كده يعني بديله شويه بلاد علشان ايه ياخد الفانكشن بتاعه بيزود الريت البنفرين بيزود الريت بيزود الريسبونس اوف كارديك كونتراكتيليتي ايوه بالظبط كده انديكيتد لو الهارت ريت بقى ده احنا خلاص بقينا اكسبرت فيها لو الهارت ريت اقل من 60 بيت بير مينيت بعد 30 ثانيه من بوزيتيف بريشر فنتريشن ذات انفليت ذا لانج وهارت ريت كوردينيتد ويز شست كومبريشن تمام كده لمده 60 ثانيه فاكرين احنا قلنا مش هنعيد الهارت ريت مش هعد الهارت ريت مش هوقف واسمع الا بعد 60 ثانيه اديته فرصته خلاص تمام واستعمل احنا اتفقنا يعني ايه كلوز لوب اللي احنا اتفقنا اللي قدامي اطمن انه فهمه سمع لي ان هو سمع زي واحنا بنذاكر لاولادنا كده طب انت فهمت ايه طب سمعني وادي له فيدباك عني واي كونتاكت معايا وبالتالي لازم يبقى انا عيني في عينه وفي طريقه لاعطاء احنا يمكن ما بنقولهاش ان بتقولوا الانجليش مش ايه بنقوله ازاي عشان لما حضراتكم تقروا في الكتاب او في اي ريفرنس ثاني بيقول لك انك ما تقولش الليدنج زيرو يعني اقول 0.1 ما ينفعش اقول 0.10 الترمينال ده اسمه اللي هو فيه ليدنج زيرو وفيه تريلنج زيرو تريلنج ديجيت ده اللي هو بعد الصفر ملوش قيمه ما بقولهوش منطقي بس برضو ايه نقولها علشان محدش يبقى confusing خالص ومفيش abbreviation يعني احنا بنقولها للاسف عشان احنا بنقول IV او intravenous ما اقولش IV عشان ما تتسعش لازم الكلمة تاخد حقها فيها عشان كل ده ايه اسباب اي سبب ممكن يعمل confusion واخطاء للناس مع بعض وهي بكوميونيكيت بحاول امنعها يبقى الرقم يتقال كامل الدوز يتقال كامل تتقال بثقه اتفقنا ان ما احطش اي ابريفيشن واحنا اتفقنا اللود برضو ده مثال تاني اتكلمنا فيه عن اسعافا للوقت ايه هنضغط
ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه، ده هو الابنفرين بره، مش بيبقوا بعد ما تفوق معبيين كده تمام. فهو ده منظر الابنفرين بره في 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 امريكا، هو بيبقى بالشكل ده اللي هو ابنفرين 1 مللي جرام في المليليتر، خلاص ده بقى خلاص كده. لا هو بيبقى متعبي هنا 1 ل 10 كمان، يعني 1 مللي جرام ايه في ال 10 مللي اللي احنا قلنا ايه، هنجيب الامبول بتاعنا الحلو ده ها ونحطه نجيبه ده واحط ده في 10 اوكي. يعني ده هو ده كله خلاص نفس الدوزس قلنا هنقولها مره واحده مش هنعيدها تاني. طيب خلاص كده الابنفرين خلاص. طيب انتي فوليوم فوليوم اكسباندر از امتى؟ نوت اف ذا بيبي از نوت ريسبوندنج للستبس اوف ريسبيشن اللي احنا قلنا عليها، سبب يخليني ادي فوليوم اكسباندر ايه هو السبب؟ اللي هو عندي شوك، في عندي بلاد لوس. ايه هو هدي ايه؟ هدي يا اما السلاين بتاعنا اللي احنا عارفينه، يا اما ادي ايه؟ جروب ايه؟ بالظبط كده. ده يبقى متحضر، انا شفته بيبقى فيه ما بين الادوار في اماكن محدده، ثلاجه محطوطه فريش محطوط بتاع اليوم من ليبل، انا مجرد ان انا بفتح الثلاجه واخد وامضي واروح اعمل الكلام ده. بس يعني الفكره بس عشان لما في اكسباندر يبقى هو ده، انا مش هروح اطلب واستنى البنك. بالظبط كده. الباد اسيس بديها لسبب، يعني في بلاد لوس، في بلاد لوس. اتفضلي. يعني انا لما باجي بيت بلاد سيلز انا ما عنديش فوليوم لما انا عايز ادي فوليوم ولا ايه؟ اه هقول عن فوليوم. يعني انا دلوقتي انا بديت بلاد سيلز انا ما بديتش فوليوم يعني. لا ما هو اه بالظبط عشان كده قلت لك ادي باد ار بي سيز لو في بلاد لوس. انت ما بتديش فوليوم، انت بتدي ايه؟ اكسجين كارينج. أبي سيس. ما أنا عندي بلاد لوس، يعني عندي نقص في الفوليوم وعندي نقص. طيب يعني لو أنا عندي فوليوم عايزة فوليوم إكسباندر شوك شوك روحي دي خلاص. هو عنده بليل كده، عنده بتنس في الأكسجين تاني بس، وعنده بليد فوليوم، عنده الاثنين. لو حد يبدأ بلاد سنس بس يعني بكرة بره أنا ممكن أريبيت تاني بس أنا لا يعني أنا ممكن أدي ده مع سلايم بقى باي الستيج باي الفوليوم اه على ريت على الريت بتاعي اللي هو ال 10 دقائق. ايوه اه ما انا بقول ادي نورمال كمان مع الريت بتاعي بحط 10 سي سي بير كي جي الدوز بتاعتي على 10 دقائق ليتر اون ريبيت اه ريبيت لو احتجتي هتبقى دوم مع بعض. لا ده اوفرلود، انا هدي مش اكتر من 10 سي سي بير كي جي يا ده يا ده. اه يعني مش كده لا انا ما اديش بيض بلاصته مع نورمال سلايم ازاي 5 سم و 5 سم بس لا الدوز ده وريقي ده تمام. What does you expect to happen after giving epinephrine؟ في حد كان بيسال اعيد الابنفرين كل قد ايه او ازاي؟ متوقع بعد دقيقه بعد دقيقه تقييمي بعد دقيقه ان احتاج خلاص بقى افضل يكونتينيو بوزيتيف 100% اكسجين الهارت ريت هيزيد